ربيت فيها. قال والله، قال والله، ويا محلى الشجر من حولها، ويا محلى فيها، نحنا من قلبنا منرحب فيكم. قال والله، ونحنا من قلبنا منرحب بكم. لك فيها اهلا وسهلا، شرفونا الاحباب. في جبال اللاذقية وعلى مقربة من البحر، يتأمل سكان قرية الربوة وزوارها الساحل السوري الغني، والقمم التي تمتد من جبال الأقرع شمالا إلى محافظة طرطوس في الجنوب، في طريقهم إلى حقول الزيتون والزعتر. ضيعتنا ضياع مثل ما شايفين، ضياع جبلية تمتد على سلسلة من الجبال، مساحة كبيرة، والبديان ومثلا بيوت منتشرة على الجبال، وبتطل على عدد من الجبال اللي حوالينا أو على الساحل السوري بشكل رئيسي، على البحر من لاذقية لطرطوس. الناس تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي بحياتهم، أهم الأشجار اللي بيزرعوها الأهالي هون شجرة الزيتون بشكل رئيسي، وانتشرت بالفترة الماضية زراعة الزعتر، والزعتر عبارة عن نبتة برية بالأساس. تبعد قرية الربوي عن ناحية القطيلبية 5 كيلومتر، تشتهر بمزروعاتها الزيتون، الدخان، المنتوجات العطرية، الزعتر بكل أنواعه. وأهل قرية الربوي حربوق سابقا كرام، يحبون الضيف، يستقبلونه بحفاوة وتكريم، ويقدمون له كل ما يرغب. هلا رغم مظاهر الحضارة الموجودة بالضيعة، البيوت والإسمنت وهالقصص القديمة اللي راحت بالبناء، بس ساتها أهل مقلوبة من جوا، لساتها صافية، لساتهم أهل ريف على بساطتهم على طبيعتهم، أهل جود، أهل كرام، لسا بتاكل من عندهم، بيزرعوا السكوبة، البقدونس والحكورة موجودة، فيها السلق، فيها البصل، لساتهم عايشين على الأساليب القديمة. رغم قرب القرية من ناحية القطيلبية، يشكو سكانها من نقص في البنى التحتية والخدمات، وأهمها الطرقات. بتعاني الضيعة عنا من نقص بالخدمات، عدم وجود طرق زراعية بتؤدي لأنه المزارع يهجر أرضه، صار في حرائق سابقاً، ما بتقدر مثلا إطفائية توصل على مكان الحريق، فبضطر المزارعين انه يطفوا بشكل يدوي. شبكة الهاتف عندنا شوي سيئة، مي يعني بتعاني الضيعة من نقص بمياه الشرب بشكل كبير، يعني ما المواطن ما بيحصل على مدة نص ساعة مي بالأسبوع. جبال اللاذقية، القمم الخضراء التي تتوزع في أنحائها القرى ذوات الأبواب المشرعة للزوار، تدعو كل محب للجمال لزيارتها والعودة إلى الجذور التي نبت منها السنديان الذي يعانق القمم ويجاور البحر.